هلا وغلا، جبنا لكم اليوم 5 حملات كيك ستارترز للألعاب فشلت. وقبل ما نبدأ لا تنسون اضغط لايك واشترك في القناة. والحين خلونا نبدأ. أول حملة معانا كانت عن لعبة اسمها كلانك. هي كانت بتكون لعبة حروب سيوف في العصور الوسطى، قريب من طريقة لعب سلسلة ماونتن بليد المشهورة. حصدت تقريبا 526 ألف دولار. معنا الحملة في البداية كانت ناجحة، اللعبة مصدرت، وصرح المطور أن اللعبة فشلت في حصد المزيد من المال بسبب أنها كانت ما هي ممتعة، لأن التركيز كان فقط على واقعية اللعبة من ناحية التاريخ والأحداث فيها أكثر من الجيم بلاي نفسه. طبعا المطور طلب من الجمهور أنهم ينتظرون وراح يوافيهم بالأخبار قريبا. الكلام هذا كان من عام 2012 وإلى الآن ما في أي شيء جديد. ثاني حملة معنا عن لعبة اسمها يوك فنتشرز في 2012. كانت مبنية على قناة ألعاب يوتيوب مشهورة باسم يوك كاست، وكانت راح تكون لعبة عالم مفتوح مع عناصر التصنيع فيها قريب من لعبة ماينكرافت. والسبب أن مقاطع لعبة ماينكرافت في قناتهم كان يجيها مشاهدات كثيرة، وعشان كذا قرروا أنهم يسوون لعبة خاصة فيهم مشابه لماينكرافت، وقدروا يحصدون تقريبا 550 ألف دولار. والمشكلة كانت أن ولا واحد منهم عنده أي خبرة أو علم عن تطوير تسويق الألعاب، وحتى الفريق اللي وظفوهم في تطوير اللعبة ما قدروا يدون واجبهم لأن كبير الرسامين في فريق التطوير ترك العمل، وأيضا أخذ 35 ألف دولار من فلوس المتبرعين معه. ومؤسس وكبير المطورين قرر أنه يصرف فلوسه من جيبه الخاص عشان لا يلغي المشروع، وهنا أدى إلى مشاكل كثيرة في معيشته، وفي النهاية اللعبة ماتت وانتهت ولا صدرت. ثالث حملة معانا هي عن لعبة اسمها Unsung Story Tale of the Guardians في عام 2014. كانت راح تكون الخليفة الروحانية للعبة Final Fantasy Tactics المشهورة بقيادة مخرج متقاعد من شركة Square Enix، وكان راح تكون لعبة RPG استراتيجي في العصور الوسطى القديمة. اللعبة صادفت الكثير من الصعوبات أثناء عملية التطوير وحصدت تقريبا 900 ألف دولار، وأعلنوا عن إلغاء اللعبة في 2016، والمطور ما استسلم وقدر يحصل على ناشر لها، لكن حتى مع الناشر الجديد قلت جودة اللعبة، وحتى مع الإطلاق النسخة التجريبية الناس ما عجبتهم وإلى الآن ما صدرت، وناس كثير مأملين أنها تصدر وتكون ممتازة. رابع حملة معانا هي عن لعبة مايتي نمبر 9 من مطور سلسلة ميجا مان المشهور كيجي إنوفوني في عام 2013. فكرتها كانت بتكون الخليفة الروحانية لسلسلة ميجا مان المشهورة، وكثير ناس تحمسوا لها وقدرت تجمع حوالي 4 مليون دولار في وقت قياسي جدا. عملية التطوير كانت ممتازة، ودائما كيجي كان يطمن الناس ان كل شيء على ما يرام، الى ان صدر اول نسخه تجريبيه لها في معرض E3، ومحرر مواقع العاب جربوها هناك، وكنت انا ايضا واحد من اللي جربها في المعرض، والكثير استغربوا ان اللعبه جاها داونجريد غير طبيعي عن اللي وعدونا فيه. وبعدها طمن الناس إنوفوني وقال لهم هذه نسخه اوليه وراح تتعدل في النسخه النهائيه. بعدها صار في تاجيلات كثيره للعبه بحجه تحسين الجوده لها. في عام 2016 صدرت اللعبة رسميا، وكانت جودتها مقاربة لنسخة معرض E3، واستاء الناس منها وعطوا تقييمات منخفضة لها. وبعدها قدم اعتذار رسمي كيجي إنوفوني بأن السبب أن اللعبة جودتها لم تكن عالية لأن كانت عملية التطوير تكون لأكثر من منصة في وقت واحد، وهذا كان شيء صعب جدا. وأصبحت قصة مايتي نمبر 9 تحذر الناس من الاستعجال في دعم الألعاب على كيكستارتر. خامس لعبة معانا هي لعبة ستار سيتيزن في عام 2012. قدرت تجمع مبلغ تقريبا 2 مليون دولار أمريكي في بدايتها، وفكرة اللعبة عبارة عن محاكي فضاء متطور بتفاصيل دقيقة جدا مستوحاة من أشهر أفلام ومسلسلات الخيال العلمي. ميزتها أيضا أنها كانت بتكون ضخمة جدا، وكانت حلم لكل شخص يعشق الفضاء. مشكلة اللعبة أنها كانت طموحة أكثر من لازم، بحيث الإمكانيات والأفكار اللي فيها كانت كثيرة جدا، ولا زال المطور ما هو راضي عنها. مرت 4 سنين واللعبة لازالت في عملية التطوير، وكل نسخة تجريبية لها تكون مختلفة عن اللي قبلها، واتهم المطور أنه يستغل اللاعبين وعطفهم في دعم لعبتهم الخيالية، خصوصا بعد أن كان في خيارات دعم بمبالغ خيالية تعطي اللاعب سفينة خاصة فيه وقوية جدا بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي. هذا الشيء أزعج عشاق اللعبة، لأن اللعبة فكرتها أنها لعبة أونلاين ضخمة وفيها لاعبين يحاربون بعض، وطبعا اللي دفع اكثر بيكون عنده سفينه فضائيه اقوى. وحاليا اللعبه حصدت حتى 300 مليون دولار، والى اليوم لم تصدر اللعبه بشكل كامل ورسمي، ولا تزال عمليه تطوير اللعبه مستمره بالرغم من بيع النسخه التجريبيه لها على نسخه لعبه، وهذا سبب كون الحمله تعتبر فاشله في نظر اللاعبين لكن ربحيه في نظر المطور.
هذه كانت الخمس حملات الفاشلة في كيكستارتر. أعطونا رأيكم في التعليقات. كما كنت شيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.